السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا سابقا عن بعض العوامل الطبيعية من مناخ، من أشكال سطح الأرض وأثرها في توزع السكان وأنشطتهم المختلفة، تمام؟ وفي درس اليوم سنتحدث عن العلاقة بين التربة والنبات الطبيعي وتوزع السكان وأنشطتهم. بداية التربة، تمام؟ تعرفنا سابقا بأن التربة هي طبقة رقيقة هشة تغطي سطح الأرض، تتكون من مواد عضوية ومعدنية وهواء ووسط ملائم لنمو النباتات، تمام؟ أيضا إنها بتنقسم التربة إلى تربة خصبة وغير خصبة. بالنسبة للتربة الخصبة كما تحدثنا سابقا أنها جيدة الصرف والتهوية وغنية بالمواد العضوية والأملاح، أما التربة الغير خصبة عكس ذلك، رديئة في الصرف والتهوية وتفتقر إلى المواد العضوية وفقيرة للمواد العضوية والأملاح. إذن العلاقة بين توزع السكان والتربة، لما تتمتع به التربة من الخصبة من مميزات كما تحدثنا سابقا، أصبحت عامل جذب للسكان من مناطق التربة الخصبة اللي هي مثل عنا السهول الفيضية، تمام، زي العراق، المناطق الواقعة على نهري دجلة والفرات، أيضا ومنطقة دلتا النيل في مصر هي مناطق جاذبة للسكان، بينما يقل تركز السكان في المناطق الصحارى الحارة والجليدية، تمام، مثل يامس، سيبيريا، تمام. المناطق الجليدية حكينا مثل سيبيريا في شمال آسيا، زي ما بنلاحظ إنه طبعاً يعني كإنسان يعني ما بفضل يعيش أو بتكون المناطق الجليدية والصحراوية مناطق طاردة وما بتركز فيها السكان. ليش؟ لعدم توافر بيئة مناسبة لقيام حياة طبيعية، تمام؟ طبعاً يظهر أهمية التربة بالنسبة للإنسان. ليش تظهر أهمية التربة بالنسبة للإنسان؟ لاعتماده عليها في غذائه، فالنباتات تأتي من التربة ثم يتغذى عليها الإنسان، هون تكمن أهمية التربة بالنسبة للإنسان. بالرغم من زي ما تعرفنا يامس إنه الناس تتركز أو يكثر التركيز السكاني في المناطق تربتها خصبة، في عنا يتركز بعض السكان في المناطق الجافة وشبه جافة، تمام. شو عملوا عشان قدروا يتغلبوا على هذه المشكلة؟ اعتمدوا على المياه الجوفية في الزراعة في الصحراء، تمام. صاروا عنا يحفروا الآبار عشان يستفيدوا من المياه الجوفية في الزراعة في هذه المناطق الجافة وشبه الجافة. أيضا استخدموا المواد الأسمدة العضوية كمان، تمام، عشان يحسنوا من جودة التربة وتصبح صالحة لنمو النباتات. أيضا عشان يتغلبوا على هذه المشكلة في المناطق الجافة وشبه جافة، كما تحدثنا سابقا قاموا بالاستعانة بالبيوت الزجاجية لزراعة المحاصيل في التربة الصحراوية عشان يهيئوا من خلال هذه البيوت مناخ جيد لنمو النبات. أيضا من الأساليب اللي استخدموها في هذه المناطق اللي هي تريح التربة. كيف يعني يريح التربة؟ يعني التربة الصحراوية يا مثل بتحتاج لرح، تمام. بعض أنواع المحاصيل استبدلوها بمحاصيل أخرى لا تجهد التربة، تمام، عشان يريحوا التربة. هيك تعرفنا على أثر التوزع السكاني بالنسبة للتربة، بتركز السكان في المناطق التربة الخصبة، تمام، ويقل
تركزهم في المناطق الجليدية والصحراوية. ننتقل إلى التوزع السكاني بالنسبة للنبات الطبيعي. إذن لو طرحت سؤال على النبات الطبيعي، كيف يؤثر النبات الطبيعي في توزع السكان؟ مثلاً يا مس، عندنا الغابات الاستوائية هي من المناطق الطاردة للسكان. ليش؟ عشان كثافة الغطاء النباتي. على سبيل المثال بلد البرازيل، تمام؟ في عندنا أيضاً بالنسبة للنبات الطبيعي الغابات المعتدلة والمناطق الحارة تعد جاذبة للسكان. ليش؟ لأنهم بيستغلوا الأراضي في الزراعة والرعي، تمام؟ أما يامس بالنسبة للحشائش، في عنا نوعين من الحشائش راح نتعرف عليهم، اللي هو أول نوع من الحشائش، نوعين من الحشائش. أول نوع اللي هو السافانا. السافانا يامس يعني بكلمة إسبانية، تمام؟ شو يعني السافانا؟ حشائش طويلة مختلطة مع شجيرات، تمام؟ بنلاقيها هاي على أطراف الغابات المدارية. أما بالنسبة للنوع الثاني من الحشائش اللي هو الاستبس. شو يعني الاستبس؟ كلمة روسية تعني الحشائش القصيرة، بتلاقيها برضو في نطاق العروق، ممكن لاقيها في دول أوراسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية. بالنسبة لتوزع السكان لهذه الحشائش، برضو السافانا يامس تعد من مناطق الحشائش اللي فيها جذب للسكان، تمام؟ أما مناطق الاستبس تعد مناطق طاردة للسكان أو أقل جذباً للسكان من مناطق السافانا، تمام؟ هيك بنكون تعرفنا على أثر التوزع السكاني، أثر التربة في التوزع السكاني، أيضاً علاقة النبات الطبيعي وأثره في التوزع السكاني. ننتقل إلى النشاط الاقتصادي. يا مس، هلأ النشاط الاقتصادي إنه يكمن في أهمية التربة كعامل من العوامل الطبيعية المؤثرة في النشاط الاقتصادي. كيف التربة بتأثر في النشاط الاقتصادي كعامل طبيعي؟ أول إشي صلاحيتها للزراعة، زي خاصة عنا زي التربة البركانية، تمام؟ مثال عليها جزيرة جاوة. أيضاً ارتباطها بحرفة الرعي وتربية الحيوانات، واعتمادها مصدراً لبعض الموارد المعدنية، أيضاً استخدامها في مواد البناء. أيضاً من خصائص التربة أنها صانعة للغذاء، كما تحدثنا التربة اللي هي يامس تأتي، النباتات تأتي من التربة ثم يتغذى عليها الإنسان. أيضاً يامس إنتاج الأخشاب التي تستخدم في بناء السفن، مش بيصير عندنا نبات بيستخدموا النبات غير الغذاء، بيقطعوا أغصان الأشجار لصناعة استخدام الأخشاب في أكثر من شغلة، زي بناء السفن وصناعة الأثاث والورق، تمام؟ هيك يامس بالنسبة لخصائص أثر التربة في كعامل من العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي. أيضاً لو طرحت سؤال كيف تؤثر النباتات الطبيعية في تعدد الأنشطة الاقتصادية للسكان؟ كيف تؤثر النباتات الطبيعية في تعدد الأنشطة الاقتصادية للسكان؟ زي ما حكينا إنتاج الأخشاب، حكينا تمام؟ إنتاج الأخشاب استخدم في بناء السفن، صناعة الأثاث والورق، تمام؟ أيضاً تحول كثير من مناطق الحشائش إلى أراضي زراعية، ممكن يستخدم هذه مناطق الحشائش اللي ذكرناها قبل شوي إلى أراضي زراعية. أيضاً إنتاج العديد من النباتات الطبية، بيستخدم هذه النباتات الطبية في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية زي الزعتر، المرمية والشيح. أيضاً تحافظ النباتات الطبيعية على التربة. كيف تحافظ على التربة؟ من خلال حمايتها من الانجراف وتزيد من خصوبتها، تمام؟ هذا كيف إنها تؤثر النباتات الطبيعية في تعدد الأنشطة الاقتصادية، تمام؟
هيك يا مس بنكون انهينا درس اليوم اللي هي العلاقه بين التربه والنبات الطبيعيه وتوزع السكان وانشطتهم. نيجي نحدد الدرس. في عنا التوزع السكاني اللي هو إشي التربة. أول إشي تعد المناطق التربة اللي هي عامل جذب السكان زي السهول الفيضية ودلتا النيل، ويقل التركز السكاني في المناطق الصحراوية والجليدية زي سيبيريا. تمام، هون اكتبوا فوق على هل تعلم ما أهمية التربة للإنسان. تظهر أهمية التربة للإنسان من خلال اعتماده عليه في غذائه، فالنباتات تأتي من التربة ثم يتغذى عليها الإنسان. تمام، هون اكتبي لي السؤال علل تحت هل تعلم علل. يتركز السكان في بعض المناطق الجافة وشبه الجافة رغم فقر التربة. ليش؟ زي ما حكينا لاعتمادهم على المياه الجوفية، انهم بيحفروا الآبار واستغلوا المياه الجوفية ومعالجة التربة باستخدام الأسمدة العضوية. بالنسبة للنبات الطبيعي وأثره في التوزع السكاني، يؤثر النبات الطبيعي في توزع السكان. في عنا هاي الفقرة كاملة إنه تعد الغابات الاستوائية مناطق قاردة للسكان بسبب الغطاء، كثافة الغطاء النباتي زي البرازيل، والمناطق الغابات المعتدلة والمناطق الحارة جاذبة للسكان، وذلك لاستغلال الأراضي في الزراعة والرعي. بالنسبة للحشائش أيضا تختلف مناطق الحشائش مدى جذبها للسكان. في عنا الحشائش السافانا والاستبس. السافانا جاذبة للسكان، أما الاستبس تعد والحشائش المناطق الباردة، وتعد مناطق النباتات أقل جذبا للسكان بسبب قلة النباتات الناجمة. في عنا هون تعريف السافانا، تعني الحشائش الطويلة المختلطة مع الشجيرات على أطراف الغابات المدارية. أما الاستبس اللي هي الحشائش القصيرة زي أمريكا الجنوبية. بالنسبة لأثر التربة في النشاط الاقتصادي، في عنا هون 5 نقاط. حفظ 3. تمام، في سؤال تحت كيف تؤثر هون بعد النقطة الخامسة، كيف تؤثر النباتات الطبيعية في تعدد الأنشطة الاقتصادية للسكان؟ 1 2 3 4 1 وتكملتهم هون 2 3 4. احفظوا نقطتين. تمام، في أي شيء؟ يعطيكم العافية يا مس. لهون نكون أنهينا درسنا.